سلمى، رح نروح لمحطتنا التالية ونستقبل الأستاذة فادي رحمون، مدرب معتمد في تنمية الذات والتنمية البشرية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور يستاذ، صباحكم. أهلا وسهلا فيك. يعني مثل ما تابعنا بالتقرير اللي طلع، نحن اليوم رح نحكي معك عن المهارات القيادية. خلينا نبدأ، شو هي المهارات القيادية؟ بداية إذا فينا نبدأ بتعريف القيادي أو مفهوم القيادي بحد ذاته، هو مجموعة من المؤثرات اللي أنا بقدر من خلالها يعني نظم عمل فريق للوصول إلى هدف أو إنجاز معين. فبصراحة من خلال هذا التعريف بنوصل كمان لمفهوم القائد، اللي هو بيتمتع بهي الصفات أو هي المهارات اللي بتخليه بشكل حقيقي وفعلي يقدر ينجز من خلال هي الأفراد أو الأشخاص ليحققوا الهدف اللي هن بالنهاية مطلوب منهم. فإذا بنحكي بشكل عام عن المهارات القيادية، هي كل الميزات أو المهارات التي يعني يجب على هذا الشخص القيادي أنه يتمتع فيها من خلال خلق بيئة محفزة، خلق بيئة إيجابية، بده يكون عنده تفكير استراتيجي، بده يكون عنده استشراف لكل مرحلة من المراحل، كيف ممكن يوائم بين عمل هذا الفريق ليطلع بأفضل إنجاز منه. طبعا نحن بنعرف أنه دائما بيئات العمل هي يعني فيها ما بتكون مثالية بشكل عام، وخاصة بظل المتغيرات اليومية اللي نحن عم نكون فيها وأطباع البشر، يعني الاختلاف الأطباع بين الأشخاص. فهي بصراحة مهمة الشخص القيادي، هي مهمة، بدها تكون دائما تفاعلية مع هي الأشخاص لحتى يكون قادر على أنه يحفز فيهم، يخلق هذا التوائم لحتى يوصل لهذا الإنجاز اللي هو بيطمح له مع الفريق. طبعا والإنجاز مو دائما ممكن يكون إنجاز وظيفة، يعني ممكن يكون هو هدف وظيفة بالمكان اللي أنا فيه كشركة أو مؤسسة، ممكن يكون إنجاز مجتمعي، ممكن يكون إنجاز بمشروع معين، حسب طبعا الشخص القيادي أو هذا القائد البيئة اللي هو بينتمي لها مع الفريق طبعا اللي هو بيكون مسؤول عنه. لما نحكي عن المهارات القيادية عند الأفراد، بعض الأشخاص بيقولوا أنه هي بتولد بشخصية الفرد، يعني شخص بيولد نقول عنه قيادي. صحيح. وبعض الأشخاص بيقولوا أنه لا، ممكن إحنا نكتسب هاي المهارات. شو الصحيح برأيك؟ هلأ حقيقة يعني في كتير دراسات ومقالات بتناقش هذا الموضوع، انه هل القائد بالفعل هو يخلق ام يصنع؟ يعني هل انا فعلا اذا اليوم حبيت اكون قائد بالمجتمع، هل انا فيني اكتسب هي المهارات ولا لا؟ هي لازم تكون بالفعل فطريه، موجود جزء منها اثناء يعني بفطرتي، يعني ما شرط يكون انا عم بقدر بكتسبها. هلا انا حقيقه يعني من خلال تجاربنا اللي عشناها على ارض الواقع بكثير من يعني البيئات اللي كانت يعني تتطلب وجود قادة فعلا حقيقيين لإنجاز أعمال، خاصة بالفترة الصعبة اللي مرينا فيها بسوريا، حقيقة هو خليني أنا أقول هيك حتى ما نحبط الأشخاص اللي هن فعلا حابين يمارسوا هذا الدور، ممكن يكون في حسب اعتقادي 95% من المهارات القيادية اللي ممكن أنا بالفعل فيني اكتسبها، ولكن اكيد في هامش من هي المهارات هي تخلق مع الشخص. يعني في اشخاص بالفطره هن بيقدروا يتحملوا المسؤوليه، يعني المسؤوليه هي صفه او كثير مهمه بالاشخاص القياديين. في اشخاص ما عندهم هي الامكانيه او ما بيحبوا يكونوا بموضع مسؤوليه، الاخلاص مثلا، الاخلاص بالعمل. في اشخاص يعني ما في شيء اسمه كيف تتعلم الاخلاص مثلا او كيف تكتسب مهاره الاخلاص، ما في عندنا هيك شيء. فهي ممكن تكون بالفطره موجوده طبعا، كله قادر لحتى الواحد يكون عم يقدر يكتسبه اذا لقى البيئه الداعمه والمحفزه له، ما تم اقصاؤه للاسف مثل ما بنعرف بكثير من الاوساط اللي ممكن ما تخلق، يعني ما تساعد على خلق هذا القائد او اعطائه الاهميه لحتى يبرز او يمارس هذا الدور. اكيد. يعني يمكن استاذ فادي حكيت عن نقطه كثير مهمه، القائد هو الشخص اللي بيكون عنده قدره كبيره من تحمل المسؤوليه، وبنفس الوقت هو قادر انه يكون شريك مع الفريق اللي هو عم يتعامل معه. الناس بشكل عام بيختلف عندها هذا المفهوم، ممكن كل شخص يشوف صفات القائد بشكل معين. انت اليوم يمكن قبل حلقتنا طرحت على صفحتك على الفيسبوك سؤال تفاعلي عن هذا الموضوع، خلينا نعرف منك شو كان تفاعل الناس مع موضوع حلقة اليوم. هلا بصراحة يعني ما في عندنا وصفة
هيك مكتوبه بالصفات التي يجب ان ممكن يشتركوا الناس شوي بالافكار يعني. طبعا انا هذا السؤال طرحته بهدف انه كثير من الزملاء والاصدقاء اللي هن فعلا بمواقع مسؤوليه سواء بشركاتهم او بعملهم المجتمعي او حتى بكلياتهم وجامعاتهم، فهذا السؤال بصراحه حبيت اعرف من الارض اليوم هي الاشخاص شو بتحب يكون القائد هي فعلا ميزاته، او لا بالعكس حتى اذا اخذناها هن لمين بيفتقدوا اليوم بالمجتمع، يعني لمين بيفتقدوا فعلا بهي الصفات او المهارات لحتى يكونوا هن اشخاص فاعلين عم بيكونوا عم بيوحدوا رؤيتهم مع هي الاشخاص لحتى فعلا يقوموا بانجاز عمل معهم. فيعني هيك سريعا انا راح احكي وعلق عليهم. بتشكر اكيد مع حفظ الالقاب لكل الزملاء والاصدقاء اللي شاركونا. فاطمه عم بتقول الحزم والصدق والجراه والاتخاذ القرار المناسب، حقيقة هي من الميزات اللي كتير مهمة، يعني الحزم والحسم، يعني في لحظات بتتطلب من الشخص طبعاً. القائد بالإضافة طبعا للمرونة المطلوبة بشخصيته، ولكن في أوقات لازم يكون في عنده حسم وحزم بلحظة معينة لحتى يقدر يضبط أي موضوع ممكن يكون مثلا مطروح للنقاش أو عم يتم استطلاع رأي ضمن الفريق لحتى العامية. وقت حدا بيقول مثلا الشغل شغل كل شيء لحال 100% ممكن بتعبر عن هي ممكن صحيح 100%. طبعا رنا عم بتقول قادر على إدارة ذاته وتحمل المسؤولية ويكون عنده مهارات تواصل عالي وفعالة. طبعا أكيد موضوع إدارة الذات هي شيء كتير مهم، إذا أنا اليوم كشخص قيادي غير قادر أني نظم حالي سيطر على انفعالاتي، ممكن هي كلياتها تفقدني بعض القوة لحتى فعلا أنا أقوم بتنظيم الفريق. السيد أبو علي عم بيقول عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح. هلا القرار الصحيح هو موضوع نسبي، يعني لما نكون مجموعه من الاشخاص ممكن يكون القرار المناسب بالحصطه، يعني ما يكون في صحيح او اصح، ممكن يكون هو مناسب بهي اللحظه، لازم يكون القائد عنده هي الامكانيه. زميلتنا منار عم بتقول انه يكون هذا الشخص قادر على حل الصعوبات باقل وقت ويعني واقل خسائر، يعني بوقت قصير. اكيد الصعوبات هي بصراحه الشخص القيادي بيتميز باقتناص الفرص ويعرف تماما شوي. نقاط القوه لفريق ونقاط الضعف لحتى يقدر يتجاوز الصعوبات اللي ممكن تواجهه. سريعا معالي انا حابب اذكرهم، ساره عم بتقول حس المبادره وهذا الشيء كثير مهم بالاضافه لمهارات التواصل العالي والمرونه وقدره على اتخاذ القرارات بالوقت طبعا المناسب. بالاضافه تسنيم عم بتقول المبادره وتحمل المسؤوليه، طبعا المبادره هي من الصفات الابداعيه واللي لازم يكون متواجده بالشخص القيادي، هو شخص مبادر دائما انطلاقا من تحمل المسؤوليه. الاشخاص الغير قادرين يتحمل المسؤوليه بتلاقيهم اشخاص تعطيهم 1-2-3 بنفذوهم، ما بيبادروا لانه بيقول لك انا ما بدي احط حالي بموضع مسؤوليه، طبعا هذا الشيء موجود بمجتمعنا، ولكن الشخص القائد بيمشوا الحيط الحيط مثل ما بيقولوا تماما، ما بدهم ينسالوا عن اي شيء مثلا يقول انا ما كلفت فيه، اما المبادر هو لازم القائد يكون دائما عنده حس المبادره، حس الابداع لحتى يكون يعني ذهنيته منفتحه اكثر وعم يقدر يشوف اكثر. سومر اخر شيء راح اختم فيه عم بيقول برايي اول صفه هي الهدوء، وهي بتنطلق بصراحة من إدارة الذات، إنه أنا كيف فيني سيطر على انفعالاتي أتحكم فيها بغض النظر عن الفريق قديه هو ممكن يكون، يعني في أطباع متنوعة من لهذا الفريق حسب أنماط الشخصيات اللي ممكن أنا أكون موجود بيناتهم. وتاني صفة هي التواضع، وهي صفة حقيقة كتير مهمة، لأن قائد مغرور ما في أبدا هذا الموضوع، ممكن هو حتى يبدأ بمرحلة القيادة بعد فترة لما يشوف أنه أخذ هذا سلط عليه الضوء، أخذ هي يعني هذا كيف المكان الاجتماعي كقائد مجتمعي أو كقائد بوظيفته أو بأي مكان، فممكن هذا الشيء يعطيه نوع ما من الغرور. هذا الشيء طبعا رح يخليه يفتقد كثير من المهارات اللي ممكن هو عم بيكون كان يتميز فيها من خلال التواصل مع هاي الفريق. لما انا اشوف حدا مغرور او متعجرف ممكن دغري يكون في يعني ابني بينه وبينه حاجز، ما يكون في عندي بقى قدره على اني اتواصل معه او اهتم للشيء اللي هو عم يطرحه. فباختصار بصراحه مثل ما اتفقنا بالبدايه ما في وصفة بتقول شو هن أهم صفات القائد، ولكن القائد ما فينا ما عندنا شيء اسمه قائد نظري، القائد هو دائما ابن يعني ابن المواقف ابن الظروف، ممكن البيئة اللي هو ابن البيئة كمان. ممكن انا اعلم قائد نظريا سنه، ولكن اخر شيء على ارض الواقع موقف واحد بيحتاج لقرار او بيحتاج لاحد المهارات القياديه، ممكن على ارض الواقع يحس انه لا هو يعني ينتقص لبعض المهارات اللي هي لازم تكون متواجده عنده اكثر. ف يعني صراحه هي الصفات بالاضافه، يعني اذا بدي ركز هيك نظريا بالاضافه للمهارات العمليه اللي مشكورين زملائنا تم الإضاءة عليها، الإيمان بالرسالة، يعني أنا اليوم لما بدي يكون يعني أتكلف
بأي مهمة لحتى قود فريق لأوصل لهدف أو لإنجاز ما، إذا ما كنت مؤمن بهاي الرسالة اللي أنا رح أوصل له أو هذا العمل اللي أنا رح أنجزه، حقيقة ما رح أقدر قود الفريق، وممكن بأي لحظة طبعا الصعوبات كتير والعوائق كتير رح أنا أكون أمامها خلال ممارسة هذا الدور. فمجرد أول صعوبة أو أكثر ممكن أنا إيأس لأن ما عندي إيمان حقيقي بممارسة هذا الدور، وبالتالي رح يكون في عندي مشكلة حقيقة بدور القيادة اللي أنا عم باخده ضمن هاي المجموعة. يعني بالمجمل نحن حكينا عن مجموعة صفات قيادية هي جميلة ونقول إيجابية، إذا نقول بسرعة اتخاذ القرار، بالتعاون مع الآخرين، بتطوير بيئة العمل. إذا نحكي اليوم طبيعة حياتنا كلياتنا بتفرض علينا بموقع معين إن نحن نكون أصحاب قرار أو قياديين، سواء بالبيت بالعمل أو بمشروعنا الخاص، اليوم كيف فينا نكتسب هي المهارات ونعززها أكثر؟ هلا بالحقيقة في مجموعة من الأمور اللي أنا ممكن إذا بالفعل حسيت إنه أو حدا من المحيط قال لي إنه بالفعل أنت عندك حس قيادي، يعني إذا بنرجع هيك لمراحل عمرية شوي صغيرة لنشوف كيف بالفعل هي ممكن تخلق أحيانا بالفطرة. يعني أحيانا ما كنا نلعب كرة قدم الفريق نفسه بيفرز إنه بيطلع منه انت شخص حارس مرمى تماماً. أيوة تماماً، هو اللي بيوزع هاي المهام، وهي صفة جداً مهمة بالقيادة. الشخص القيادي هو قادر على توزيع المهام، ما في قائد بيعرف كل شيء، وللأسف هذا أحياناً خطأ كتير بنوقع فيه، إنه القائد بحس حاله إنه هو اللي بيقوم بتوليد المهام وتنفيذ كل هاي المهام، فما في قائد بيعرف كل شيء، لأن بالنهاية هو إنسان يمتلك من المهارات وبعض المهارات بينتقصها. فإذا أنا لما أكون عم بقدر وزع هاي المهام بين أعضاء الفريق بشكل صحيح، فأنا رح أوصل بالنهاية لإنجاز مهم. فمن هاي الأشياء اللي ممكن أنا أتبعها لما حدا يقول لي أنه أنت عندك حس قيادي لازم تهتم بهذا الموضوع، فأنا بصراحة ممكن أخضع لبعض التدريبات اللي هي ممكن العلاقة بمهارات التفاوض والإقناع، لأن كتير أنا بتلزمني هاي المهارات، مهارات الإصغاء، الحوار، التواصل الفعال بشكل عام. ومنها بصراحة ممكن أنا شي درب حالي عليها بدون ما يكون مثلا عم بخضع لهي الورشات أو هاي التدريبات. ممكن يكون أنا مثلا بعض الأشخاص مثل ما بنعرف مثلا دائما بالشلة أو الرفقة ممكن يكون في بعض الخلافات تنشأ بين أفراد، فأنا أدفع بالفعل فيني أنا قارب بين وجهات هاي النظر، وأخذ أنا هيك حط حالي بهذا المكان اللي أنا ممكن وفق بين هدول الأشخاص لشوف أنا قدي عندي هي القدرة إني بالفعل كون عم بقدر إجمع بين فريق. أو ممكن بصراحة كمان في شيء تاني ومهم إنه مثل ما اتفقنا المسؤولية هي أحد أهم صفات الشخصية القيادية. في بعض الأشخاص بتحب يعني تقول إنه أنا حابب أتولى مسؤولية هذا الموضوع، ممكن هي ما تكون ضمن مثلا توصيفهم الوظيفة نوعا ما، أو ممكن تكون ضمن التوصيف الوظيفة كشركات، ولكن مثلا ما كتير هي بيقدر يمارسها بشكل يومي أو مو مطلوبة منه بشكل الحقيقي اللي هو ممكن يتبنى هذا الدور ويقول إنه أنا حابب اليوم كون بموقع مسؤولية عن هذا العمل، وبالتالي هو عم بجرب حاله قديه هو بالفعل قادر يتحمل هي المسؤولية. حقيقة هي في كمان اليوم بالمجتمع وخاصة بموضوع الفرق التطوعية، موضوع المعسكرات سابقا اللي هلأ للأسف نتيجة الظروف نوعا ما تم الحد منها، في معسكرات قيادية كتير مهمة تبرز وبتفرز قادة كتير بصراحة مهمين بيكون لهم دور بالمجتمع. وبنفس الوقت الفرق التطوعية ممكن أنا من خلال بادر ببعض المبادرات أقدمها وكون أنا عم قدم حالي كشخص مسؤول عن هاي المبادرات لتنفيذها وتطبيقها من خلال انسجام أو تشكيل فريق يتم قوم أنا يعني العمل على انسجامه مع بعض ليكون في تفاهم وبالفعل أقدم هذا الدور المطلوب مني. فإذا القيادة هي يعني بالبديهية هي عبارة عن بصراحة بعض العناصر اللي هي أول شيء أنا بحاجة لفريق، ما فيني أكون قائد لحالي، إجباري بدي يكون عندي فريق أنا عم قوم بقيادته، فهي البيئات ممكن تأمن لي هاي الفرق. بالتالي أنا كمان بحاجة لهدف أنا أعرف تماماً الإنجاز اللي أنا بدي أوصل له، من خلال هذا الهدف أنا هون بمارس دوري، عندي مجموعة أشخاص مأمنين بالفكرة اللي أنا بدي أقوم فيها وعندي هدف مشترك بيني وبين هاي الفرقة أو الفريق، وبالتالي أنا هون فيني بكل تأكيد مارس دور القيادة إذا بالفعل أنا كنت عم بتحمل هاي المسؤولية وأمتلك ما هو المطلوب مني من خلال هاي المهارات والصفات اللي لازم أنا أتمتع فيها. أكيد. يعني أستاذ فادي اليوم فينا هيك نحكي بملخص حديثنا، يعني مثل ما قلت بالبداية هي ما أنا مكتوبة، ما أنا وصفة جاهزة، بس فينا نقول هي خليط توليد
مختلفة هيك بين القيادة اللي هي تعتبر خلينا نقول مهارة، شخص بيعرف نفسه بالبداية عنده مثل ما بنقول قدرة، صحيح مثل ما قالت قدرة هي بعدين بتتحول لمهارة وبعدها بتتحول لسلوك منتج وفاعل بالمجتمع. شو الشيء اللي لازم يبتعد عنه القائد؟ هيك نصيحة أخيرة لحتى يحافظ، غير الغرور، يبتعد عنه لحتى يحافظ على سلوكه وأكيد يضل منتج بالمكان اللي هو فيه. هلأ بصراحة في تجارب برا، يعني بتمنى يكون في عنا بصراحة هذا الشيء ببلدنا، اللي هي تجربة اللي بيقولوا الأب الأكبر أو الأخ الأكبر. دائما في بعض الأشخاص، طبعا نحن نفتقد نوعا ما للأسف خاصة بهي الظروف إلى القدوة المجتمعية، يعني هي موجودة ولكن للأسف بقلة. فأنا اليوم إذا بالفعل بحس أنه عندي أنا حس قيادي، أنا لازم أكون دائما موجود أو قريب من الأشخاص اللي يتمتعوا بهذا الحس من البداية، وهذا الشيء ما أنه معيب أبدا. أنا ببحث عن القدوة، بالنهاية القائد هو قدوة بكل هاي الصفات، فأنا لازم أبحث عن هاي القدوة، أكون دائما قريب منها، عم أعرف تماما شو هي الأشياء اللي لازم أنا اكتسبها منه، وبنفس الوقت هو لأتحول أنا فيما بعد لقائد حقيقي وفاعل. فإذا دائما القائد يولدون القادة، على عكس المدير أو على عكس باقي الوظائف، دائما القائد هو يولد قادة بمحيطه. فأنا لازم أقترب دائما من القادة وأقترب دائما من البيئات الداعمة اللي هي بتعطي تعطيني هذا الدور الإيجابي لمارسه. يعني بهي النصائح الأخيرة بدنا نشكرك الأستاذة فادي رحمون، مدربة معتمدة في تنمية الذات وتنمية المهارات. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك، شكرا لكل المعلومات.